بنات هذا الشيء اللي قدامكم هو الهير لوس سيستم، كان تذكرون من فوق السنة أو قريب السنتين أنا متكلمة عنه واستخدمت المجموعة بالكامل. والله إن المجموعة من أحلى المجموعات اللي استخدمتها حق التساقط. شوفوا طبعا أنا هذه الديرمستام راح تكون من ضمن مجموعة اليوم، تقدرون تاخذون حتى الأمبولات بروحها. الأمبولات بروحها ما تتخيلون سعرها، عبارة عن أمبولات علاجية وتحضيرية، اللون هذا تحضيرية تنظف الفروة، وهذه حق تساقط كاملة بشيء وعشرين. يعني اللي يقولوا لي دكتور الأمبولات في غالية 70 وفي اللي 80 وحتى في منهم اللي جريب 40، هذه كل اللاين شيء 40 ويهبل. الشامبو هذا يعطي فوليوم ويحد من التساقط. بقول لكم عن تركيبته أمان، خلونا نتكلم اليوم عن التركيبة لأن التركيبة خيال. هذه فيها جينسينج، فيها كافيين، فيها أشياء تحفز الدورة الدموية رهيبة. هذا طبعا ما تحملت على طول، فتحتها لأن اللي عندي استخدمها الديرمستام صار لها سنة ففتحتها على طول. هذه الديرمستام شايفين أبرها شلون بسيطة جدا، تمرونها كذي كذي على الفروة. أنا أحب استخدمها قبل علاجات تساقط، أي علاجات، أي أمبولات هذه ولا غيرها، فانفعتني ظلت معي سنة. الحين لما وصلت المجموعة بالكامل فتحت هذه أول شيء، لأني قطيت القديمة اللي عندي رهيبة بنات، من التيتانيوم ما تصدي، فتقدر تستخدمينها لفترة طويلة وتظل معاك سنة كاملة، مجرد عقب ما تخلصين تعقمينها. طبعا هذه شنو فائدتها؟ تمرنها كذي بسرعة بسرعة الفروة، تسوي لك مثل تحفز الدورة الدموية وتساعد على امتصاص المواد العلاجية أكثر، أضعاف آلاف أضعاف أكثر من ما تحطينها دايركت بس. أوكي بتكلم الحين شوي عن تركيبة الشامبو، ما عليها سمعوا معي تركيبة الشامبو. الشامبو طبعا يعطي مو بس إيقاف للتساقط، لا وكذلك يعطي فوليوم البنات اللي تحب تسشور وغيرها. طبعا الشامبو أهم شيء إن البي اتش شايفينه بين 5 و5.4، وهذا الشيء يعتبر ممتاز في عشبة الجونكو، في طبعا اللي تحفز دورة الدموية، غير أنه في خلاصة الشاي الأخضر، في نسبة من الكافيين فتحفز الدورة الدموية، في بروتين الصويا بنات مغذي للشعر بطريقة فظيعة، يخلي سوفت ويخلي الكافيين وجوده يخلي يحفز الدورة الدموية ويعطي فوليوم للشعر. الشامبو دائما اللي يكون للتساقط ويكون في هذه التركيبات، يعني مو كل الشامبوات تطيح، لاحظوا على شعركم. أو أنا تلاحظون في مجاميع ما أحط الأمبولات بروح، ما أحط الشامبو، يلاحظون بنات وعنا يسيرهم يدشون عليه بالخاص يقول الدكتورة ما أحط الشامبو معها شامبو، أشوف أن هذا مناسب فأحطه. المجموعة كاملة خطيرة. الحين بقول لكم عن كذي صايرة علبة اللي هي الهيرلوس، طبعا تكفيكم ليه شهر ونص، فيها 5 أمبولات تحضيرية هذه الصفرة، وفيها كذلك الأمبولات العلاجية. الأمبولات التحضيرية تنحط مرة بالأسبوع قبل الشاور، تنحط على الفروة وتوزع مع تدليك. طبعا يصير عندكم الأبليكيتر، عندكم اللي تفتحون فيه الأمبولة. بتكلم الحين عن التحفيزية والعلاجية القوية. 5 أمبولات تحضيرية يعني راح تكفي 5 أسابيع، لأن مرة واحدة بالأسبوع بنستخدمها قبل الشاور، تالي نخليها شوية ندلك فيها الفروة وندش ناخذ شاور بالشامبو، أني نطلع نحط أمبولة واحدة علاجية، عقب 2 أو 3 أيام نستخدم أمبولة ثانية خلال الأسبوع، فتقريبا 5 أسابيع راح تكفيكم البوكس. إنزين طبعا شامبو 250 ملي راح يكفيكم أكثر. شنو ميزة التحضيرية؟ أن تحضر الفروة لاستقبال المواد، غير أن أنتم بتستخدموا الديرمستام لما تطلعوا من الشاور، يعني الامتصاص رهيب، عشان شي فعاليته كانت رهيبة وبنات كثير مدحوا لياها. طبعا لما انقطعت ما أقدر أحط لكم شيء مو متوفر، الحين متوفرة وجميلة جدا بنات. الأمبولات التحفيزية أو العلاجية تحتوي على الجنسينج، محفزات الدورة الدموية، خلاصة زيت اليقطين، فيها البروتينات الأحماض الأمينية، يعني شيء خيال في إعادة نمو الشعر، فظيع فظيع. بحط لكم الحين الطريقة بالكامل. توقعون كمجموعة متكاملة كم سعرها؟ طبعا سعرها جدا رائع، يعني في أمبولات توصل ل80 70، في ناس مو مقدورهم مثلا يأخذون واحدة ولا وتكفيهم بس شهر، فيبون الشيء حلوة. هذه من المجاميع الرهيبة، وخاصة إن متكاملة شامبو وأمبولات وديرمستام، تحفيز الدورة الدموية ولزيادة امتصاص المواد وتطول معاكم سنة، هذه يعني مع التعقيم رهيبة. كمجموعة بالكامل ما توصل حتى 50 دينار، راح أحط لكم سعر العرض. اللي مو حاب يبي ياخذ بس الأمبولات، عنده شامبو عنده ديرمستام يقدر ياخذها وكذلك بسعر الخصم، راح تطلع عليه سعر وايد حلو شيء 20 دينار. راح أحط لكم تفاصيل العرض وراح أحط لكم طريقة استخدام المجموعة وهي الأهم، متاخذون شيء وما تعرفون طريقة استخدامه، تمام؟ طريقة الاستخدام جدا مهمة. ونحاذر من أي نوع من أنواع الأمبولات التحضيرية ولا العلاجية، أي نوع كان سواء الهيرلوس سيستم ولا غيره، أنه دائما يكون رأسنا لورا عشان ما تحوش الوجه.